عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي موقع شوف إزاي. النهاردة إن شاء الله مع حلقة جديدة من حلقات الأندرويد للمبتدئين، هنتعلم النهاردة طريقة نختبر بيها كل مكونات أو القطع الداخلية للموبايل الخاص بينا. في حالة يعني ممكن نستخدم الطريقة ديت في حالتين، ممكن في الحالة الأولانية لو أنت بتشتري موبايل مستعمل وعايز تجرب وتختبر كل القطع الداخلية للموبايل قبل ما تشتريه، والحالة التانية لو أنت معاك موبايلك وحصلت لا قدر الله في اي مشكله فعايز تاكد فايبريشن مثلا وقف، عايز تاكد هل الفايبريشن فعلا واقف ولا دي حاجه سوفت وير، يعني هي هاردوير واقف هاردوير ولا واقف سوفت وير. فهنتعلم النهارده ان شاء الله الطريقه مع بعض، هي سهله جدا. هنفتح مع بعض كده الفون بتاعنا، هندوس على ايقونه الفون، هنخش على الشاشه دي، نكتب نجمه شباك زيرو نجمه شباك، تاني للناس ما خدتش بالها، نجمه شباك زيرو نجمه شباك تاني، يعني نجمة شباك زيرو نجمة شباك. هتدخلنا على شاشة الاختبار اللي عاملها لنا شركة سامسونج. عندنا هنا كل زرار من دول بيختبر حاجة في الجهاز. الزرار الأولاني اللون الأحمر بيدينا الشاشة كلها باللون الأحمر، تست الألوان على الشاشة، الجرين الشاشة كلها بالجرين، البلو الشاشة كلها باللون الأزرق، ريسيفر دي اللي بتست منها اختبار قدرة الاستقبال الخاصة بالموبايل أو بشبكة الموبايل، طول ما في زنة زي ما احنا سامعين كده يبقى قطعة الاستقبال بتاعت الموبايل كويس. طبعا بدوس على اي حتة فاضية في الشاشة بترجعك تاني للشاشة بتاعتنا، بتدوس على فيبريشن المفروض دلوقتي الموبايل بيتهز معانا، دايمنج بيدينا شاشة فيها الوان، بدوس كده كليكة واحدة على الشاشة بتبدأ الالوان تقل، الاضاءة سوري تقل وبعدين الاضاءة تزيد، دي بنتست منها درجة الاضاءة بتاعت الشاشة. بدوس باك مرتين يرجعنا تاني للشاشة دي. لو دوسنا على كلمة ميجا كاميرا بنقدر نتست عندنا عن طريقها الكاميرا بتاعتنا، نقدر ناخد صورة ونتست منها الفلاش الخاص بالموبايل. طيب ودي طبعا الصورة بعد ما عملناها. بندوس على أي مكان فاضي في الشاشة بيرجعنا تاني لشاشة الاختبار. سنسور دي بتدينا السنسور بتاع الجهاز، مجرد تمشي ايدك فوق الجهاز بيبدأ ياخد لون أخضر، تشيل ايدك يبدأ يرجع تاني للون الطبيعي، تمشي ايدك تاني فوق السنسور أو فوق الشاشة بتاعة الموبايل تبدأ تتغير كده، كده السنسور بتاع الموبايل حاسس بايدينا فوق السنسور. هندوس باك مرتين يرجعنا تاني. بالنسبه للتاتش دي بنتست منها جزء كبير من التاتش سكرين، بنمشي بايدينا كده بنعلم على كل الاجزاء المربعات، يعني كنوع من انواع تيست لمعظم الخلايا بتاعه الشاشه. سليب دي لو دوسنا عليها هتطفي الجهاز، هتدخله فترة سليب. انا الحقيقة مش هقدر ندوسلكوا عليها دلوقتي لان لو دوسنا عليها هيبدأ يوقف الموبايل هيوقف التسجيل، فهنخليها للاخر. عندنا سبيكر بنتست منها السبيكر بتاعت الجهاز زي ما احنا سامعين. السب كي بنتست منها الزراير بتاعت الجهاز، يعني دوس مثلا على زرار باك بيديك لون، دوس على زرار هوم يديك لون، دوست على زرار جنب الهوم يديك لون، دول الثلاث زراير اللي فوقت الجهاز. لو دوست على باور بيديك لون تاني، لو دوست على الفوليوم داون لو صوت لتحت بيديك لون، وفوليوم اب صوت لفوق بيديك لون تاني. دوس باك مرتين كده عملنا تيست للساب كي او الزراير اللي موجودة في الجهاز. الفرونت كام دي هنتست منها الكاميرا الامامية زي ما احنا شايفين، تيست معانا الكاميرا الامامية، وبعدين ندوس على الزرار اللي جنبها اللي هو ليد زي ما احنا شايفين كده. انا مديني على الشاشه دلوقتي احمر اخضر، ده نفس اللون اللي في اللمبه بتاعه الليد اللي موجوده فوق في شاشه السامسونج من فوق خالص على الشمال. في لمبه دلوقتي لونها بالاخضر، لما ادوس تاني مكتوب لي على الشاشه بلو واللمبه فعلا منوره بلو، وكل دوسه بترجعني تاني للشاشه الرئيسيه. لو فريكوينسي دي برضو ترددات الموبايل، المفروض لما بتدوس على 100 دي بتسمع صوت ضعيف جدا، 200 بتسمع صوت اقوى زنه او صوت زي زنه الناموسه كده بس يعني اعلى سنه، ودي تدينا صوت اعلى سنه اكتر. بلاك بيدينا شاشه سوداء، ندوس باك رجعنا تاني. فضل عندنا السليب هندوس عليها وبكده ننهي الحلقه بتاعتنا ان شاء الله. نتمنى يكون الموضوع فاتكم. كان معكم محمد فريد من موقع شوف ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دي السليب بتاعتنا.